بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في فيديو رقم فيديو رقم ولا اما 7 لا اما 8، حاجه زي كده يعني، مش فاكر الصراحه، بس يعني نقول 7 و8. تمام. في الفيديو رقم 7 و8 دوت ان شاء الله هنتكلم عن سكرين سكرول، يعني قلنا لما البلاير بتاعنا يخرج بره الشاشه، او مثلا نتكلم الاول على الشاشه بتاعتنا. الشاشة بتاعتنا هي عبارة عن او الكاميرا بتاعتنا او الشاشة بتاعتنا عموما عبارة عن الحتة دي بس. لا، الكاميرا بتاعتنا مش عبارة عن الحتة دي بس، او اسف، الشاشة بتاعتنا مش عبارة عن الحتة دي بس، لا ده هي كمان يعني يعتبر هتكمل لما لا نهاية كده وما لا نهاية كده. نقول يعني ما لا نهاية كده وما لا نهاية كده. جميل. طيب ايه لازمه الكلام ده؟ او يعني انا هي اعرف دلوقتي مثلا احنا لو بنعمل لعبه فيها بلاتفورم مثلا الارضيه، فطبعا يعني الفكره مش ان انت الارضيه بتاعتك مش هتبقى موجوده هنا بس، مش هتبقى موجوده في الشاشه دي بس، لا الارضيه ممكن تكمل يعني لاكتر. طبعا مثلا لو قلنا ان الشاشه دي مساحتها 800 في 600، 800 للعرض و600 للطول، تمام. ومثلا البلاتفورم بتاعتك 2000 وشوية، يعني ايه اخر حاجة تقريبا بيعملها هنا الاكس ان ايه 2400 مثلا، الويتس بتاعها 2400. فالفكرة دلوقتي ان انت ازاي هخلي البلاير بتاعي لما يعدي الشاشة دي او يعدي الحتة دي اقدر اشوفه، او اقدر مثلا اروح مع الكاميرا بتاعتي، او اقدر اروح مع يعني اقدر الكاميرا بتاعتي او المنظر بتاعي ده يقدر يروح معايا. تمام. ساعتها هنستخدم حاجة اسمها ماتريكس، وماتريكس هي المختصة أو الحاجة الرئيسية اللي هي هتخلي البلاير بتاعي لما أو هتخلي البلاير بتاعي لما يتحرك كده أقدر أحرك معاه. أو الماتريكس دي ممكن نقول عليها هي الكاميرا، الكاميرا بتاعتنا يعني لما بتحرك كده الكاميرا بتاعتي تاخدني معايا، تمام. فاحنا في الأول خالص عايزين إن البلاير بتاعي يبقى ظاهر في النص. يعني إيه البلاير بتاعي يبقى ظاهر في النص؟ يعني البلاير دايما يبقى موجود هنا، يبقى موجود في المكان ده على طول، يبقى ده يعتبر البلاير بتاعي. يعني هنحط مكان المربع الاسود ده هنخليه دايما يبقى موجود في النص، تمام. هو طبعا احنا نقدر نحركه يمين وشمال، بس احنا مش هناخد بالنا هو بيتحرك ولا لا، لان احنا طبعا مفيش خلفيه وراه. فاحنا طبعا لما نيجي نحركه هنحط خلفيه ان شاء الله. تمام. ده كده بالنسبه. فاحنا قلنا هنستخدم حاجه اسمها ماتريكس، ماشي، مثلا وهنسميها فيو ماتريكس، تمام. وبدل مثلا ما نحط الكلام ده، طبعا الكلام ده كله يا جماعه هيبقى فانكشن ابديت، لان انا هحرك الكاميرا بتاعتي طول ما البلاير بتاعي بيتحرك. وطبعا طول ما البلاير بتاعي بيتحرك ايه اللي بيرصد الحركه دي؟ او الحركه دي بتترصد فين؟ دايما الحركه دي بتترصد في فانكشن ابديت. فانا عشان اقول له طول ما البلاير بتاعي بيتحرك حرك لي الكاميرا معاك، فانا طبعا لازما اكتب الكلام ده في ابديت. فاحنا طبعا خلينا مثلا يعني مرتبين شويه، فاحنا هنعمل فانكشن جديده، دي اول مره نعمل فيها فانكشن جديده هنسميها void مثلا update كاميرا، تمام. وابديت كاميرا دي هتاخد فيكتور 2 بلاير بوزيشن وفيكتور 2 ويندو مثلا سايز الشاشه بتاعتي. طب احنا قلنا قبل كده ازاي نقدر نغير السايز بتاع الشاشه. هنروح عند initialize نقول له graphics اللي هو المختص بالشاشه بتاعتنا دوت preferred height بال 600 مثلا، وgraphics preferred width ب 800، وبعد كده اقول له graphics دوت apply changes عشان اقدر apply changes كلها للبلاير. تمام. نرجع للفانكشن بتاعتنا. اول حاجه هعملها ان انا هحدد، هعمل فيكتور جديد وهسميه كاميرا بوزيشن، بحيث ان الكاميرا بوزيشن او الفيكتور دوت الفيو ماتريكس بتاعتنا تتحرك على اساسه. تمام. ساعتها اقول له الكاميرا بوزيشن دوت اكس بتاعي، طبعا انا عايز اخلي البلاير بتاعي يا جماعه في نص الشاشه، تمام. دوت اكس بيساوي مثلا فاليو 10 مثلا، شوف ونعمل ران الاول ونشوف البلاير بتاعنا في نص الشاشه هيبقى فين. جميل. دلوقتي هي الشاشه بتاعتنا 800 في 600، هنلاقي انها كبرت شويه،
فاحنا مثلا عايزين دلوقتي نخلي البلاير بتاعنا، غير اللون بقى بلاك مثلا، عايزين نخلي البلاير بتاعنا يبقى في نص الشاشة. لو احنا مثلا دي الكاميرا ديت الشاشة بتاعتنا، تمام، لو مثلا ديت الشاشة بتاعتنا، لو دي الشاشة بتاعتنا، واحنا دلوقتي عايزين نغير الكاميرا، نغير البوزيشن، اسف، نخلي البوزيشن بتاع البلاير دايما في النص. فطبعا دي لو 800 فالنص عندك 400، تمام، دي لو 600 يبقى النص عندك 300. فطبعا البلاير دايما هيتقابل في الحتة دي، هيبقى دايما موجود في الحتة دي، تمام. بس في الاول انت طبعا البلاير بتاعك يا جماعة زي ما قلنا قبل كده او ما قلناش، ان الزيرو زيرو بتاعه هنا، فدايما لما بيروح يعمل له ست هيروح يعمل له ست من هنا. فاحنا لو عملناها كده فالبلاير هيبقى معمول كده، لا انا عايز الحتة ديت تيجي نص البلاير كده، يعني يبقى الخط ده قاسم البلاير كده، والخط بتاع الواي برضو نفس النظام قاسم البلاير كده. فانا عشان اعمل الكلام دوت هقول له، علشان اقدر اعمل الكلام ده هقول له ان الدوت اكس بتاعتك عباره عن البلاير بوزيشن بتاعك دوت اكس ماينس، علشان اقدر يعني ماينس او احسبه في النص بالظبط. احنا ممكن ما نعملهاش في النص مش تفرق، بس يعني كنوع نخلي البلاير بتاعنا في النص بالظبط. بلاير ويندوز دوت ويدث دوت اكس على الاتنين عشان نقدر نجيبها في النص، ونفس الكلام بالنسبه للكاميرا بوزيشن دوت واي، كاميرا بوزيشن دوت واي ايكوال بلاير بوزيشن دوت واي ماينس ويندو سايز دوت واي على الاتنين. شيء جميل كده، احنا عملنا البوزيشن بتاع الكاميرا اللي هيتحرك على اساسه البلاير، تمام، او هيتحرك الكاميرا على اساسه. بعد كده نربط ما بين الفيو ماتريكس بتاعتنا او الماتريكس اللي احنا عاملينها بالبوزيشن ده. فانا عشان اربط او عشان اقدر احرك الكاميرا عموما لازم اقول له ماتريكس دوت ترانس او كرييت ترانس ترانسليشن، دي عشان اقدر اخد احرك الكاميرا بتاعتي. كرييت ترانسليشن بتاخد فيكتور 3، فيكتور 3 معناه ان هو بياخد 3 بوزيشن او 3 فاليو اكس واي وزد اكسس. هو حتى تحت بيقول لك يعني بياخد بياخد الفاليو اللي انت هتقدر تعمل بيها ترانسليت، اللي هي على اساس الاكس والواي والزد. طبعا احنا مش هنعمل على حاجه على الزد، احنا نعرف الزد ايه. هو الزد هو اساسا اللي بيبقى عمودي دايما على الشاشه، يعني هو اللي خارج من الشاشه وعمودي عليها. فمعناها كده ان انا مثلا لو زودت الزد او نقصته معناها كده ان انا بزود الزوم او بعمل زوم للكاميرا او بشيل الزوم للكاميرا، ده بالنسبه للزد. بس احنا مش هنستخدمه دلوقتي، احنا هنعمل حاجه صغيره، هنقول له ان احنا هنعمل فيكتور 3 جديد، تمام، بس الفاليو الاولانيه هتبقى عباره عن الكاميرا بوزيشن، والفاليو بتاعت الزيرو والزد عباره عن صفر. هل كده اللي انا عملته ده صح؟ طبعا مش صح يا جماعه، لان اول حاجه احنا يعني مثلا لو شفنا دلوقتي البلاير بتاعي، البلاير بتاعي انت شايفه كده، فالكاميرا بتاعتك يعني انت مثلا لو البلاير لو مثلا الكاميرا بتاعتك اهي، دي الكاميرا بتاعتك اللي شايفه البلاير، تمام، وادي البلاير بتاعك. هل لما احرك البلاير كده هل الكاميرا بتتحرك معاه كده؟ لا طبعا، لان الكاميرا يعتبر في عكس اتجاه البلاير، او مش عكس اتجاه البلاير، يعني يعتبر الكاميرا والبلاير باصين لبعض كده، باصين لبعض، يعني تخيل دلوقتي ان هما دول باصين لبعض، تمام. فانا لما احرك ده يمين فده بالنسبه له الحركه اليمين بتاعت ده بالنسبه له شمال، تمام، ولما احرك ده شمال ده بالنسبه له الحركه بتاعت ده شمال، والعكس صحيح، لما احرك ده يمين ده بالنسبه له ده اتحرك شمال، وهكذا. يبقى انا لما اجي احرك البلاير بتاعي شمال معناها كده ان انا بحرك الكاميرا بتاعتي يمين، او لما احرك البلاير بتاعي يمين فمعناها ان انا بحرك الكاميرا شمال، او لما احرك الكاميرا شمال او لما احرك البلاير بتاعي شمال فمعناها ان الكاميرا بتاعتي هتتحرك يمين، علشان الكاميرا والبلاير باصين لبعض. اكنك مثلا حط ايديك الاثنين قدام بعض كده وشوف، لما انت مثلا او اوزنها مثلا، لما تلاقي بلاير او ما تلاقي مثلا بلاير صباع ايد من الايدين اتحركت يمين، هتلاقي بالنسبه للايد الثانيه اليمين ده شمال، تمام، وهكذا.
طبعا هي موضوع مش هي موضوع تخيلي اكتر يعني، تمام. فاحنا دلوقتي هنخلي البلاير دايما هنعرف ان الكاميرا بوزيشن او تحركات الكاميرا بتبقى دايما عكس تحركات البلاير، عشان كده هدي البوزيشن بتاع الكاميرا سالب او نيجاتيف، تمام كده. الفانكشن بتاعت ابديت بتاعتنا اصبحت جاهزه، ابديت كاميرا، تمام. مش ناقصها بس ان انا اقدر اناديها في الابديت بتاعت الاصليه، تمام. هي اول حاجه كانت بتاخدها ايه؟ كانت بتاخد البلاير بوزيشن، فانا عندي بلاير بوزيشن عادي، تمام. بعد كده هتاخد الويندو سايز. الويندو سايز هو احنا عاملينها تقريبا فيكتور 800 في 600، تمام. شيك اللوك، نيجي نعمل رن. يعني هو لسه ما حركش، عارف ايه؟ اسف. تمام، اسف. كده انا عملت كل حاجه، بس طبعا انا لما جيت ارسم مفيش انا ما قلتش للرسم ان انا هبقى في حاجات خاصه هتعملها، يعني كده سبرايت باتش دوت بيجين سبرايت باتش دوت ان، حاجات سهله يعني، حاجات يا دوبك بس ايه، انا شغال في حيز الفريم بتاعي، في حيز ال 800 في 600 بس، ما قلتلوش ان انا هتحرك بره الفريم. عشان اقول له كده هاجي عند بيجين، واول حاجه هعملها سورت مود، تمام، او سبرايت سورت مود. سبرايت سورت مود دوت لو عندي اكتر من لاير في اللعبه، تمام. يعني مثلا يعني ايه اكتر من لاعب لاير في اللعبه؟ يعني مثلا لو انا عندي اول حاجه لاير البلاير او لاير الباك جراوند، فالباك جراوند بتبقى دايما اول حاجه على الشاشه، يعني اول حاجه مرسومه على الشاشه، تمام. بعد كده بيجي وراها على طول البلاير، تمام. بعد كده مثلا ممكن يكون قدام البلاير توب، ممكن ورا البلاير توب، ممكن يكون مثلا في اللاير بتاع البلاير ذات نفسه يكون في اكل عشان البلاير يقدر يخبط فيه مثلا، او اي حاجه يقدر البلاير يخبط فيها يبقى في نفس اللاير بتاع البلاير، تمام. بس احنا هنا بنستخدم حاجه واحده بس، بنستخدم تو لاير، لاير للباك جراوند ولاير للبلاير بتاعنا. فعشان كده احنا اخترنا سبرايت سورت مود دوت ديفولت، يعني معناها ان انا هستخدم الديفولت بتاع السورت، تمام. اول حاجه الباك جراوند، بعد كده بلاير، ده الديفولت بتاعي. وبلند ستات نفس الكلام هقول له، يعني معناها نفس الكلام ان انا هستخدم الفا الفا بلند، معناها ان انا هستخدم برضو الديفولت بتاع السورت مود. بعد كده الاربعه فاليو التانيين لو انا مش مغير في السورت مود هديهم فاليو، لو انا مغير اسف لو انا مش مغير فيهم مش هديهم فاليو، هديهم نل كده على طول. بس انا طبعا مش مغير فاليو، لو انا طبعا مغير فيهم لازم هديهم فاليو، ودولت معناهم ان انا مثلا ايه هقول له هنا ان اللاير الاول عباره عن مثلا الباك جراوند، وبعد كده في واحد تاني بتاع البلاير، بعد كده في واحد تالت بتاع مثلا مثلا ايا يكن يعني الفود او اي حاجه او اي حاجة او اكل مثلا بياكله البلاير. فده كده يعتبر الترتيب، يعني الاربعه فاليو دول يعتبروا الترتيب بتاع اللاير بتاعتي، انا طبعا مش هستخدمه عشان انا واخد الديفولت بتاعي، تمام. اخر فاليو او اخر حاجه هو عباره عن فيو ماتريكس. الفيو ماتريكس اللي احنا او الماتريكس اللي احنا عاملينها كان اسمها فيو ماتريكس، عشان يقدر يحرك اللي ما بين سبرايت باتش دوت بيجين ده وسبرايت باتش دوت اند على حسب الكلام اللي انا قايله في سبرايت باتش دوت اند، او على حسب تحركات الفيو ماتريكس بتاعتي، تمام. يبقى انا كده لو جيت عملت رن هلاقي ان البلاير بتاعي ظهر هنا، هو مش المفروض يظهر هنا؟ اكلي الحته دي بالنسبه له خلاص بقت 0 0، احنا قلنا البلاير بتاعنا دايما هيبقى موجود في 0 0، فمعناها كده ان النقطه دي 0 و0. طيب عشان نتاكد نعمل ايه؟ هنطلع كده فانكشن ابديت، حاجه جميله جدا، هنقول له الكونسول بتاعنا دوت رايت لاين، تمام، واكتب له البلاير بوزيشن، البلاير بوزيشن. هنلاقي ان البلاير بوزيشن فعلا معمول 0 و0، لو جيت حركته بقى 5 مش عارف كام، على حسب برضو هو يعني زي ما احنا قلنا في الاول، هو طبعا مش باين ان احنا بنحركه، تمام، لان هو بيتحرك على شاشه على خلفيه ثابته، عشان كده مش باين. طيب احنا نحركه نخليه يبان ازاي؟ هنضيف له خلفيه كبيره، تمام، خلفيه كبيره، تمام، نشوف اي خلفيه كبيره نعرف نضيفها له بحيث مثلا ان هو يتحرك ونقدر نرصد الحركه بتاعته ديت يعني. اي خلفيه
تمام. طيب نختار الخلفية دي باك جراوند بتاعت الجروب، هتلاقي اسمها ابلكيشن مش عارف ايه. فطبعا هنعمل تيكتشر 2 دي جديد، تيكتشر 2 دي نسميه باك. تمام. وبعد كده اروح اقول له في الانشلايز او في اللود كونتنت ان باك ايكوال كونتنت ايكوال كونتنت دوت لود، والنوع نوع التكتشر بتاع نوع الحاجه بتاعتي اللي انا هعملها تكتشر دي، بين قوسين هحط له اسم الصوره دي. تمام. اسف. تمام. ممكن نشيل جي بي جي ديت ونعمل، وبعد كده نروح نحطها في بوزيشن عن طريق، بس لازم طبعا لما اجي ارسم باك جراوند لازم دايما الباك جراوند هي اللي تترسم الاول، عشان انا مستخدم الديفولت بتاع السبرايت سورت مود، لازم ال اسمه ده الباك جراوند تترسم الاول. يعني اقول سبرايت باتش دوت درو، اقول له هنا باك، بعد كده مثلا يو فيكتور 2، اسف فيكتور 2 0 0، بعد كده اقول له مثلا كلر دوت وايت، color dot white. جميل. نيجي نعمل رام، يا رب ما يكون في ايرور. تمام. هو حط الباك جراوند عند 0 0 زي ما شايفين. لو جينا حركنا هنلاقي البلاير بتاعنا بيتحرك عادي والكاميرا بتتحرك معاه. تمام. طبعا لو في باك جراوند اكبر من كده هيبان يعني، بس ما فيش متاح حاليا للاسف. طبعا كده دلوقتي احنا عملنا سكرين سكرولينج. طبعا نراجع الاول احنا عملنا ايه، نراجع بسرعه كده. اول حاجه عملناها رحنا عملنا حاجة اسمها فيو ماتريكس عشان نقدر نحرك الكاميرا بتاعتنا على اساس الماتريكس ديت. طبعا الماتريكس يا جماعة هي عبارة عن حاجة 2 دي يعني اكس واي برضو. تمام. بعد كده عملنا فانكشن اسمها ابديت كاميرا. تمام. وبعد كده عملنا فيكتور 2 اسمه فيكتور كاميرا بوزيشن، بحيث ان انا احرك الكاميرا ديت على اساس البوزيشن ده، او احرك الماتريكس ده على اساس البوزيشن ده. بعد كده عملت انشلايز او اديت للكاميرا بوزيشن فاليو. تمام. بعد كده قلت له ان الفيو ماتريكس هحركها على اساس البوزيشن ده، وقلنا دايما ان الكاميرا او تحركات الكاميرا بتبقى دايما عكس تحركات البلاير بتاعي. تمام. نتخيل شخصين واقفين قدام بعض يا جماعه، كل واحد يعني الاثنين في وش بعض، فالبلاير مثلا لو البلاير لو الشخص الاول اتجه يمين فبالنسبه له ده الشخص الثاني شمال وهكذا. تمام. نادينا على الفانكشن دي في ابديت، لان قلنا ان احنا كل مره هنخلي البلاير بتاعنا او الكاميرا بتاعتنا هتتحرك على حسب تحركات البلاير، فالبلاير بتعمل له ابديت في فانكشن اسمها ابديت. فعشان كده رحت عملت او ناديت الفانكشن اللي هي اسمها ابديت كاميرا في فانكشن ابديت بتاعتي، واديتها اول حاجه الفيكتور تول اللي هو اسمه بلاير بوزيشن عشان نقدر نعمل للكاميرا بوزيشن بتاعنا، واديتها اديتها السكرين سايز بتاعتي اللي هي الويندو سايز اسف. تمام. بعد كده رحنا رسمنا البلاير بتاعنا، بس قبل ما نرسم لازم نديله حاجات كده بسيطه. اول حاجه ان انا اقول له سبرايت سورت مود ديفرد، يعني ديفرد يعني معناها ان انا اقول له ان انا هستخدم تو لاير بس، اللاير بتاع باك جراوند واللاير بتاع البلاير. تمام. وبلنت ستاف نفس الكلام، والاربعه فاليو دولت نال. وقلنا ليه؟ عشان لو كنا مستخدم حاجه غير السورت مود غير الديفولت بتاعي. بعد كده اديته الفيو ماتريكس بتاعتي، اداني النتيجه ديت. طبعا رسمت الباك جراوند الاول، اداني السكرين سكرولنج ديت. تمام. البلاير بتاعي هو اللي بيتحرك يا جماعه، انا ما بحركش شاشه. تمام. هو يعني بمعنى اصح احنا بنحرك البلاير، خلينا فاهمين ان هي ان احنا بنحرك البلاير بتاعي. ورب يكون فيديو يكون عجبكم، وان شاء الله نبقى نتكلم في فيديوهات تانية كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.